بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين. وبعد، أحبابنا الكرام، نكمل كتاب الطريقة الوحيدة من صفحة رقم 242 بعنوان أعراض الانسحاب بين الوهم والحقيقة. ألين كار بيقول: إزاي نقول إن لما المدخن يولع سيجارة بيكون عشان يتغلب على أعراض انسحاب النيكوتين؟ وفي نفس الوقت بيقول إنه أعراض الانسحاب زي ما عرفنا في الفيديوهات اللي فاتت شبه غير محسوسة من الأساس. بصراحة ده في تناقض شوية، بس ده مش غريب لو بنتكلم على أخبث مادة قادر اخترعها البني آدم. لو رجعنا شويتين تلاتة لورا في كتاب الطريقة السهلة لما حكينا عن الراجل اللي طلع رحلة صيد والسجاير خلصت منه، لو تفتكر، أكيد كل مدخن اتعرض للموقف ده ولو مرة في حياته، وده في رأيي أسوأ كابوس ممكن يتعرض له أي مدخن. المهم، القصة الحقيقية للراجل ده وهو في رحلة الصيد بيقول إنه بعد يوم كامل مش بس ما حسش برغبة في التدخين أو حرمان، ده كمان كان مبسوط جدا إنه عدى كام ساعة من حياته من غير ما يسمم نفسه. وفي كمان حاجة أروع، إنه اللي معاه ما كانش بيدخن. وده يثبت ليه لما ألين كار كان عنده امتحان 3 ساعات قبل ما يخش كان ايده بترعش من رعب التفكير في الثلاث ساعات اللي عايزين تركيز كبير جدا ومش هيكون فيهم ولا سيجاره. وبعد ما دخل الامتحان قعد للثلاث ساعات من غير حتى ما يحس ان في حاجه اسمها سجاير اصلا. تعال اثبت لك اكتر ان انسحاب النيكوتين شبه مش موجود. هل لو سنانك بتوجعك او عطشان او جعان حتى مش هيجي لك نوم؟ ولو نمت هل في احتمال تصحى من النوم عشان اي سبب من الاسباب دي؟ انما هل بقى مره صحيت من النوم عشان بقالك ساعتين او ساعه ما دخنتش؟ نلاحظ برضو انه كتير مش اول ما بيصحوا بيدخنوا، في بيصحوا يستحموا ويلبسوا ويفطروا ويروحوا على الشغل من قبل حتى ما يحطوا ورا سجاره في بقهم، ومش بيكونوا حاسين باي نوع من انواع المعاناه، بيكون الموضوع مش في بالهم بالاساس. الغريب بقى هنا انه لما حد فيهم يحط اول سيجاره في بقه لو جيت شلتها هتلاقيه ممكن يقتلك فيها. طب ازاي وما كانش جه في باله اصلا التدخين كام ساعه ورا بعض؟ الموضوع ده عشان نفهمه كويس، تخيل واحد بص على العلبه بتاعته لقى فيها سجاير تكفيه 4 ساعات قدام. عند اللحظه دي بيبدا يزرع بذره خوف في عقله ان السجاير هتخلص، فتمسكه بيها بديهي بيزيد. طب جاوبني على السؤال ده، ليه كل الرعب ده لو الموضوع فيه تسلية أو ممتع أو عادة زي ما كتير بيقولوا؟ لو أنت مثلا كنت بتصيف وجي يوم التشيك أوت أكيد هتقول الحمد لله أنك اتبسطت ونفسك تزود المدة، بس خلاص هترجع في الآخر شبعان من غير خوف. هل زي ما بيحصل مع التدخين؟ أكيد لأ. وده أكيد بينطبق على أي حاجة فيها متعة بنعملها في حياتنا، بتحسسنا بشبع لما نعملها وراحة وبتغير مودنا، مش تخلينا بقينا مكتئبين اكتر، اننا عبيد ومحبوسين في قفص مش عارفين نطلع منه، ويا ريت حتى غصب عننا. لا، ده بعقلنا ودماغنا وكامل حريتنا عملناه. والمصيبه الاكبر للاسف انه بنقول لنفسنا وغيرنا المساكين اللي مش بيدخنوا ان احنا بنستمتع بيه. تعال نفكر بطريقه مختلفه عشان العقل يستوعب وهم اعراض الانسحاب ده ويبطل يكبره لنا. احنا كبشر ربنا خلقنا عندنا قدره كبيره على تحمل الالم. بالنسبة للراجل لو اتكسرت رجليه مثلا، أو الست خلال الحمل والولادة، هتلاقي فيه قدرة كبيرة جدا على تحمل الألم من الطرفين. طبعا مفيش مقارنة بين ألم الولادة وأي ألم تاني أكيد، بس الشاهد إنه كله بيتحمل. وتلاقي بعد ما الجبس يتحط للراجل والست تقوم بالسلامة تلاقيهم مبسوطين وبيستقبلوا اللي بيزوروهم وكله زي الفل. ليه بقى بيحصل معاهم ومش بيحصل مع السجاير؟ مع انه فرضيا يعني انه الم انسحاب النيكوتين كبير قوي، بس الاختلاف هنا انه مع الكسور او الولاده او اي الم جسدي بتكون انت اللي متحكم فيه، عارف السبب اللي بيسبب لك الالم وبتعالجه، والصوره واضحه جدا قدامك. تستخدم بقى قوه التحمل بتاعتك عشان تحارب الالم ده لحد ما يختفي. انما مع ادمان النيكوتين انت مش حر ولا متحكم ولا مبسوط ولا حتى عارف انت بتعمل ايه. من معظم المدخنين هتلاقي حتى لو مش بيشربوا ايديهم قريبه من بقهم، هتلاقي حاجه اسمها خوف مصنوع بعقلهم من غير ما يكون ليه وجود من الاساس. بالاضافه ان السيجاره بتدي شعور مؤقت بعدم الحرمان،
مش بس حرمان نيكوتين، لانه احساسه زي ما اتفقنا خفيف جدا. عدم حرمان من اوهام مش موجوده في العالم كله، بالعلم بتاعه، بالمراجع، بالاديان، الا في عقد المدخن اللي صنعها بنفسه. اللي هي بقى اللي هي ايه بقى الاوهام دي؟ خوف واحساس بالفراغ وبؤس وتوتر هيعيشه لو السجاير اختفت من حياته. طب الاحاسيس دي كلها جت منين؟ جت من السيجاره نفسها ببساطه. تمام، ما تقلقش بخصوص التخلص من اوهام العقل دي، لانها عليا ان شاء الله. انت بس اسمعني كويس وفكر باللي بقوله، وبما انك مقتنع ان الانسحاب ده غير محسوس، تعال اقول لك امتى تتاكد 100% انك بطلت. المره دي وعدها هتعرف. خليني مبدئيا بس اعرفك ان في عاملين مهمين جدا لازم تعمل حسابهم لما تيجي تبطل. العامل الاول التوقيت اللي هتبطل فيه، الوقت اللي انت هتختار فيه انك تبطل. 2، لحظة قمة الإلهام اللي هتخليك تاخد القرار ده وتبطل بشكل نهائي. كده احنا وصلنا لصفحة 250، مكملين ان شاء الله مع بعض. سلام عليكم.